السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. مرحبا بكم في فقرة ديال قصص المتابعين. كيف كتعرفوا في هذه الفقره هذه كنجمع القصص اللي كيكونوا قصار وكنديرهم في فيديو واحد. كنتمنى لكم تستمتعوا بكل قصه وتاخذوها العبره وماشي غير الفرجه. القصه الاولى كتقول انا بغيت نعاود قصتي باش على الاقل نلقى شي واحد يفسر ليا داكشي اللي كيوقع معايا، وبحكم ان الناس في هذه القناه عندهم بزاف ديال التجارب يقدروا يفهموني. غنبدا من الطفوله ديالي. انا الاولى تزاديت عند والديا، ما لقاو حتى شي مشكل معايا في التربيه حيت كنت مهدنا بزاف. ما كنلعبش مع اي واحد وما كندويش لدرجه ان الناس كيقولوا بلي فيا التوحد، وكنصحوا والديا باش يديوني عند بسيكولوج. فعلا داوني، ولكن قال لهم بلي راه البنت طبيعيه. كنت من ديما كنحس براسي كبر من السن ديالي، داكشي علاش كنمشي نلعب غير مع الناس اللي كبر مني. واحد النهار كنت عند عمتي وواحد السيده عرضات عليها. ديك المره كانت دايره الليله دقناوه، عمتي داتني معاها. وصلنا للدار وطلعنا السطح حيت تماك فين كانوا كيديروا داكشي. السطح مظلم، دايرين غير واحد البوله الضو ديالها خفيف، ديك العجاجه البخور اللي طالقين كتزيد تظلم داك السطح. الصوت ديال القنبري والقراقب والغوات ديال الجدبه والتحيار، هادشي كامل ما كنتش مسوق عليه وما خلعنيش. واخا ديك الوقيته كانت عندي غير 6 سنين، كنت فاهمه بلي قناوه اغاني روحيه ودوك الناس اللي كيجذبوا حيت راهم مراضين. واخا كانت هذيك اول مره غنحضر الليله. من بعد ما سال الطرح الاول، واحد المره كانت لابسه درباله مغطيه وجهها بواحد الزيب كيبان قديم وقريب يتقطع، عزه خنشاف كتافه. جات عندي ومدات لي الخبز كارم وشي حاجه اخرى اللي ما عقلتش شنو هي. كليت داكشي اللي عطاتني، من بعد كملوا الطروح على الاخرين. كل شويه كانت كدرم فيا وحده من دوك العيالات ملي كتسمع شي طرح كيعنيها. واحد الوقيته بديت كنتكى وعييت وجاني الملل. سمعت واحد المرة اللور كتقول لعمتي ما تخليش ديك البنت تشوف هادشي. ملي سمعتها هكاك عاد جاني الفضول وبغيت نعرف شنو طاري، ولكن عمتي ما خلاتنيش وبقات متكياني عليها. ما كذبش عليك اخويا، واخا ما خلاونيش نشوف شنو داكشي، ولكن عرفت بلي كان تماك واحد الراجل لابس الاحمر هاز جوج ناوة كبار في يديه وكيجرح في لحمه، كيخرج له الدم من يديه، وملي كيمسح داكشي بالماء ما كيبقى فيه والو. وباش زدت تاكدت دازت ليا، مع تسولت عمتي وقلت ليها علاش ما خليتينيش نشوف داك النهار. قالت لي راه كان واحد الراجل هز الموس وكيضرب في يديه. وخفتك لا تخلعي. دوزنا ديك الليله اللي ما سالت حتى الفجر ورجعنا للدار وحنا عيانين، نعسنا نيشان وما فقنا حتى لثلاثه د العشيه. بعد ديك الليله بسيمانه ولاو كيطراو معايا شي حوايج غراب، خصوصا بالليل ملي كلشي كينعس في الدار وكيطفيو الضو. كضربني الفيقة على غفلة، كنبقى نشوف في وجه واحد الراجل كيبان في الزليجة اللي مقابلة مع بيتي. كيبانوا ليا شي بيبان ديال البلاكار كيبداو يتحلو بشوية. كنت كنخاف، ولكن في نفس الوقت كنقول راه يمكن غير كنت خايل. وحتى الوالدة أكدت ليا هادشي، قالت ليا راه حتى أنا ملي كنت صغيرة كنت كنشوف شي حوايج. دازت ليام وأنا على داك الحال وديما كنتخلع بالليل. حتى لواحد الليلة غنشوف واحد الحلمة شبه حقيقية، وليت كنحلم اخويا بواحد الحناش ورتيلات كبار تابعيني، وكنفيق ديما مخلوعة وكنغوت. واخا فقت وجا وحدايا والديا، ولكن كنت كنحس بلي داكشي باقي دالع فيا. داز الشهر وفيما كيوصل نص الليل كيبدا يجيني نفس الاحساس، ومع حدي كنكبر والرعب كيزيد معايا. كيبانوا ليا المونيكات كيتمشاو في الليل، صوت البلاكارات كيتحلو، وشي واحد كيدور عندنا في الدار. واحد المرة كنت نعسانة والوالدة ديالي في الصالون بحكم ان الوالد كان سافر. شوية كنفيق على صوت الضحك ديال العيالات، وخا كان الصوت مجهد ما سمعتوش هي، انا اللي كنت كنسمعو. قلبي كان غيسكت بالخلعة، ما قدرت نعاود لا والو حيت عارفة غتقول لي بلي عاوتاني غير كنت خايل. واحد دي كان كبر وداكشي كيزيد يطور معايا، ما بقاش كيجيني غير في الليل ولا كيجي حتى في النهار. كيبان لي بحال شي خيال كحال كيدوز بالزربة. كنشوف الوالدة ديالي واقفة في شي بيت في الدار، حتى كتبان ليا جاية من بلاصة أخرى. واحد المرة كانت عاطياني بالظهر وكطل من الكوزينة،
وفي نفس الوقت كنسمع صوتها في الصالة بلا ما نعاود لكم على الشعور ديالي بديك اللحظة. أما في الليل ولات كترى معايا شي حاجة غريبة، فيما كنعس كنحس بشي واحد جات تكا مورايا لدرجة أن الفراش كيهبط بقوة ما داكشي تقيل، وكيبقى الغطا كيتجر من عليا. هادشي بالإضافة للأحلام والكوابيس اللي كنشوفهم ديما. وصلت ل15 العام وأنا باقا كنعاني من نفس المشكل. واحد الليلة ناعسة حتى كنسمع ثلاثة ديال الدقات في الكوافوز اللي حدايا. غمضت عيني وكملت نعاسي، وعاوتاني كنسمع ثلاثة ديال الدقات. ما تسوقتش ليها، ولكن المرة الثالثة تسمعت مجهدة وواضحة. نضت وبقيت كنقول شنو هادشي، حتى شوية تحطات لي واحد اليد سخونة وثقيلة على جبهتي. ما بقيتش كنتحرك، غير قلبي اللي كنسمعو كيضرب. حتى تحيدت ديك اليد بوحدها، غطيت راسي وبديت كنقرا القرآن. واخا كان الموت ديال الصهد أدى الفجر عاد قدرت نعس. والغد لي قررت ندوي مع الوالدة ديالي، وهاد المرة بجدية، حيت هادشي اللي كيطرى معايا ماشي عادي. وملي دويت معاها كانت هاديك أول مرة غتيق بيا، حيت حتى هي طراو معاها شي حوايج غراب فاش دخلت لها الدار أول مرة. قالت بلي لقات الطواليط مرشوش فيها الحليب والدم، واخا الدار جديدة وما عمر شي واحد مسكن فيها قبل منا. وعودات لي بلي حتى جدها الله يرحمها كان كيتجر عليها الغطا، وواحد عمتي حتى هي كانت كتقول بلي كتشوف خيالات كيدوزو. والديا كانوا ناعسين واحد المرة وحسوا بالناموسية ديالهم تخبطات عليهم بالجهد، شعلوا الضوء وطلقوا القرآن. نهار آخر كان الوالد ديالي مسافر، وبدينا كنستعدو باش ننعسو. كل واحد فينا مشى لبيتو، حتى كنشوف الوالدة داخلة عندي للبيت هزة معاها المخدة وليزار ديالها. قالت لي غنعس حداك اليوم. أنا جاني هادشي عادي، ولكن في الصباح بدات كتعاود ليا. قالت لي بلي البارح ملي نعسات بدات كتحس بحال شي واحد كيدوز صباعو على ظهرها، وكان وسخان، ومبغيتش نعاود لك هادشي في الليل باش ما تخلعيش. كنقول مع راسي انا اصلا ولافت، ديما كنسمع كنشوف ولا كنحس، ما بقيتش كنخاف ولا كيجيني داكشي عادي. ونسيت ما نقولك واحد القضيه اخويا، وهادي كطرى معايا من صغري. الا كان شي نقاش في العائله وخا يكون سري وكيدويو غير بيناتهم، كنعرف شنو الموضوع وداكشي اللي واقع، بحال حتى حاجه ما كتخفى عليا في الدار. وما فهمتش شنو التفسير ديال هاد القضيه. زادت الحاسه ديالي كبرات ملي كملت 17 عام. اي حاجه كنقول ولا كنفترض بانها غتوقع كتوقع، وما يمكنش هادشي يكون غير صدفه. اما الا قرب ولا جلس حدايا شي واحد عنده السحور ولا ممسوس كنحس بهادشي وكنعرفو. داك العام كان عقل كان عندي الباك. واحد المره كتعرف جدي حفيد تحتها هي كان عندها الباك وكدير لها السوايع في واحد السونتر. كنا دايرين نفس الشعبه وجينا في نفس القياسه، ولات بحال شي صاحبتي وقريبه مني وكتحاول تعرفني على البنات. وخضري فين وكلشي، ولكن كانوا كيجيوني مبرهشين وما كانوش كيعجبوني المواضيع اللي كيدويو فيهم. واحد المره جيت مع طلاس سونتر ولقيت كاع البلايص عامرين، كاينه بلاصه غير حدا ديك البنت حفيد ديك المره اللي كتعرف جدي. ديك جوج سوايع دازت عليا بحال عامين، كنحس بالسخونيه في ذاتي وراسي كيضرني بزاف. ملي جات الوالده عاودت ليها وقلت ليها راه بزاف، ما قدرتش حتى نركز مع الاستاذ رونات لي عقلي. رحت لي مشيت للسونتر وديك هيبه ما جاتش، واخا هي ما عمرها ما غيبات. صافي ما بقاتش كتجي شي ايام طويله. واحد المره ما عيطات الوالده ديالي وقالت لها بلي هبه مريضه بزاف، جابوا لها راقي ولات كطيح ليها وكتعواج، وهذا هو السبب اللي خلاها ما تبقاش تحضر. انا ما عقلاش على كاع داكشي اللي طرا معايا في حياتي، ولكن كنحاول اخويا نذكر لك شي لقطات وقعوا معايا. واحد المره كنت جالسه في بيتي ما عليا ما بيا، شاد التليفون وكنتفرج، حتى شويه دخل عليا واحد الولد انا كيحسب لي غير خويا الصغير. داكشي علاش ما هزيتش راسي وما تسوقتش ليه. شحال هو واقف من بعد هو يمشي، دخل البيت اللي حدايا كنتسنى يخرج منه ولكن ما خرجش. ومن بعد غنكتشف بلي خويا اصلا ما كانش في الدار وكان خارج مع الوالده، وغدا نعرف بلي هذاك من العمار ديال الدار. بالليل والدار مجموعين عاودت لهم داكشي اللي وقع، بقاو كيشوفوا فيا بحال ما متيقينيش. مشيت نعس وانا نحلم داك الولد جا عندي وقجني وقال لي هاد المره ما تبقايش تهضري. ملي فقت كنت مخلوع وبزز باش قدرت نطلع النفس، حتى الوالده ديالي قالت لي هاد المره ما تبقايش تهضري بزاف. وفي الاخير اخويا بغيت نعاود لك واحد جوج حلمات، وكنتمنى من اللي يسمعك انه يعطيني شي تفسير ليهم. اول حلمه حلمتها كنت داك النهار عيانه بزاف ومشيت تكيت فوق واحد اللحاف،
عينيه كيشوفوا كل شيء احمر. جا قدامي واحد الراجل وجهه احمر حجبانه كحلين وعنده لحيه كحله، يدو كانت عامره بالدم ومسح لي داك الدم في وجهي. وفي ديك اللحظه فقت، ديك الحلمه حسيت بها قصيره بحال داتني غير غمضه ونط، ولكن كانت كتبان حقيقيه. اما الحلمه الثانيه حلمت مشينا لواحد الدار، واحد الحي شعبي انا والوالده ديالي. ديك الدار كانت فيها ثلاثه ديال الطبقات، كانت جالسه في الدروج وكنتسنى الوالده ديالي اللي طلعت لفوق عند شي مرا. شويه حتى جاو ضاروا بيا شي دراري صغار بقاو جالسين معايا، حتى تخلعونا دو كيجري وكيقولوا هيا جات هيا جات. حتى انا خفت وطلعت نعيط للوالده ديالي، حتى كنلقاو راسنا في واحد الدار فيها ناس كيشوفوا فينا وكلهم لابسين الكحل. داخله بيناتهم واحد المراه مهيبه لابسه فوقيه كحله ودايره شال كحل على راسها، وجهها ما باينش كان مغطي، هزاش مع بيضه. كان كلشي خايف منها ومحتارمها، ودوك الناس طافين الضوا وشاعلين غير الشمع بحال شي ليله دقناوه. ديك المراه مشات عند واحد الراجل وهي تذبحو، الوالده بحال بقات كتستهزئ بها، وهي تجي ديك المراه قربت منها وبحال بغات تخسر ليها وجهها. وانا بقيت كنطلب منهم باش يسمحوا ليها وكنقول لهم مسحوها فيا انا، وقالت بلي غتسمح ليها على ودي. مشات جلسات في العرش ديالها، كان واحد الكرسي زوين بزاف، وقالت لي شوفي ما تخافيش راه غادا تنجحي وتوصلي لكاع داكشي اللي بغيتي، خاصك غير تصبري. كانت هذه القصه ديالي اخويا، وكنشكرك حيت بارطاجيتيها. ندوزو القصة واحدة اخرى. معك زكريا من بني ملال، وجيت نعاود لك اخويا قصة ديال عمتي اللي من صغرها وهي كتعاني مع الجن. وفيما كتكون شي مناسبة سواء عاشورة ولا رمضان كيتزير عليها الحال وكتمرض، وفيما كتمرض كيديو عند واحد الراقي كيديها راجلها والاب ديالي بحكم انه هو الكبير في خوته، كان كيخصهم ضروري يشدوها ويتبتوها حيت ملي كيبدا يقرا عليها داك الفقيه بحال الا كيوليو فيها شي خمسة ولا ستة الرجال كتكون متكيه والفقيه كيقرا حتى كتنوض وكتهزهم كاملين. واحد المره الوالد ملي رجع سولناه وقلنا ليه اشنو طرا لعمتي، وقال لنا بلي هذاك اللي فيها نطق وقال لهم ما غاديش نخرج منها، انا معاها من الصغر ولا مشيت حتى خرجت غندي روحها معايا. صافي خويا ولات فيما كتمرض كيقراو عليها وصافي حيت ما كاينش حل، خايفين اللي يديروا شي محاوله ويخرجوه وتستقبل بالصح ميته. هذه هي القصه خويا، وما زدت ما نقصت عليك والو بحكم ان الدار ما كيبغيوش يهضروا في داك الشيء بزاف، كيبقى مستور. انا كنظن بلي كاينه شي حاجه اكثر غير ما كيبغيوش يعاودولي. اما القصه الثانيه كانت طرات مع خويا الصغير اللي عنده تقريبا شي 7 سنين، كان فيما كينعس كينوض في شي شكل كان كيشوفهم في الاحلام ديالو، وملي كيفاق ما كيهضرش كيبقى شي 20 ولا 15 دقيقه وهو غير ساهي ما كينطق حتى شي كلمه. وحنا ولفنا على هادشي كنبداو نقراو عليه غير القران حتى كيرجع كيف كان. واحد المره جاتو هاد الحاله مع 3 د الليل، وكانت حدا الوالده وهي بدات تقرا عليه، وقالت بلي ملي مشات تنعس بدات كتسمع صوت الضحك في ودنيها بحال شي دري صغير كيضحك. وبحكم ان جدي فقيه كنا مشينا عنده وعاودات له الوالده شنو طرا ليها، حيت حتى هو عاش وعاين بزاف ديال الظواهر بحال هكا. قال ليها راه ضحكوا عليك بنتي حيت ما متمكناش من القران، حفظك الله مني ما ضربوكش ولا اداوك. وهادي نصيحه الخوت، ماشي اي واحد شفتيه طايح ولا كيتركل تمشي وتبدا تقرا عليه، خلي الناس اللي متمكنين هما اللي يديروا هادشي. وكانت هادي هي قصتي والمواقف اللي طراو في العائله ديالي، وكنشكرك اخويا اللي دوزتيهم عندك. ندوزو القصه واحده اخرى. سميتي خولة من مدينة بني ملال، ولكن مقيمة في اسبانيا. تعرفت على واحد السيد في المغرب ونزلت باش نديرو الخطبة. هي هذيك الامور دازت كاملة مزيان، نهار الخطبة داز كلشي هو هذاك. وفي العشية تقريبا مع ديك الوقيتة بين المغرب والعشاء خرجت على برا باش نهضر في التليفون حيت كانت عندنا الدار عامرة وكانت صداع. شوية حتى كيبانوا ليا جوج كلاب حدا القصب، واحد كحل وواحد بيض. قلت عادي، ولكن معاها رجعت عيني لديك البلاصة كتبان ليا امرأة كبيرة في العمر قصيرة وظهرها محني، وجهها ما باينش مزيان ولابسة كل شي بيض، وجهها كان كحل ملامحها ما باينينش. بقيت كنشوف فيها باش نتأكد بلي ما كانت خايلش تقريبا شي 10 ثواني وهي قدامي. ولكن اخويا مني شفتها متكية على عكازة وكتشوف فيا ما حسيت براسي حتى غوت، حيد التليفون من يدي. خرجت عندي عمتي والوالدة كيسولوني مالي، وقلت لهم راه كاينه واحد المراه تما كتشوف فيا، ولكن ملي بغيت نوريها لهم غبرات. بداو كيقولوا لي لا راه ما كاين والو، ولكن انا كنت متاكده باللي شفتها.
والدة ديالي بقات كتقول لي راكي مقيوصه خصني نبخر ليك، ولكن دار جدي ما لقيناش عندهم البخور. مشيت انا وياه عند واحد المراه من العائله الدار على الدار، حاولت ما نبين ليها والو ولكن حسات بيا وقالت لي مالكي. عاودت لها كل شيء. الوالده قالت لها راه يمكن غير تخايلات، ولكن المراه قالت لها لا داكشي راه بالصح، راه كاينه ديك المراه وحتى انا شفتها. صافي تماك زدت تاكدت، ومن داك النهار ما بقيتش مرتاحه. مشيت عند راجلي، الايام الاولى دازت مزيانه ولكن من بعد كرهته، وليت كنتقيه من 3 حتى 4 المرات في النهار. كنمشي عند الطبيب كيقول لي غير المعده، شربت الدواء والو لحد الان باقي داكشي. جلست لمده شهر ورجعت لاسبانيا، هنا غيبداو احداث اخرين. كنخدم القران ولكن ما كنخليهش يكمل، وليت عصبيه وبدون سبب. اللي هضر معايا كنتعصب عليه وكان بدا نبكي، كنبغي نجلس بوحدي. وشي احلام كيتكرروا بزاف بحال الفاعي قطوط، وديما كنحلم براسي كنمارس مع واحد خونا اللي وجهه كله ظلام، وهذا الحلم بالضبط كيبقى لمده 3 ايام وهو كيتكرر. ما بقيتش كنقدر نعس بوحدي، وليت كنعس حدا خوتي. واحد الليله ناعسين حتى كنحس بالمنطه تهزات عليا، ملي سولت خويا كيقول لي ماشي انا. مره واحده اخرى خويا كنت جالس في الصالون كنتفرج، ونط باش نجيب شي حاجه، بغيت نجلس ويبان لي خيال ديال القط كحل. قلت يمكن غير كنت خايل وما تسوقتش. الغد لي عاوتاني كنخمل في البيت حتى كيبان لي نفس الخيال داخل لعندي. عيت ما نقلب وما لقيت والو. وعاوتاني واحد النهار كنت جالسه في بيتي حتى كيبان لي خيال ديال ولد صغير يحسب لي غير خويا. بديت كنعيط ليه، ولكن ملي نط كنلقاه جالس في الصالون كيتفرج، يعني تاكدت بلي ماشي هو. الصلاة ديالي مبقيتش كنصلي، الا صليت نهار واحد كنقطعها شهر. وبالنسبه لذاك بوغطاط ما عمرني ما كنت كنعرفو كيف داير حتى العامين الاخرى، فاش كيشدني كنشوف واحد لابس الكحل وكيكون واقف عند الباب. كثروا المشاكل بزاف بيني وبين الناس اللي قراب ليا، وليت كنضارب معاهم بدون سبب. هادي هي قصتي وكنتمنى تدعو معايا، وشكرا حيت شاركتيها. ندوزو لقصة واحدة أخرى. السلام عليكم، معك إسراء من مدينة طنجة، وجيت باش نعاود لك على التجربة ديالي أنا والوالدة وخوتي. في عمري 26 عام، وقصتي بدات ملي كانت عندي 17. حنا واحد العائلة محافظة، الدخل المادي ديالنا متوسط، ما عندناش وما خصناش، عايشين باللي قسم لينا الله. داك العام كان عندي الباك وكنت كنقرا مزيان. كنت من المدرسة للدار ومن الدار للمدرسة حيت الوالد ديالي كان صعيب ومزيرنا، والوالدة كتخاف منه. أول عام في الباك ديالي سقطت، وتما كانت المفاجأة، حتى خوتي سقطوا كاملين. الأب ديالي بزز عليا أنني نعاود العام واخا ما كنتش باغي نكمل. كنت كنحس بحال تهرست، ولكن درت لي خاطرة. تصور معايا ملي كنمشي الأستاذ كيشرح وأنا غير مرفوعة، كلشي تصدم فيا حيت كنت من الأوائل، خصوصا هادوك اللي قراو معايا وعاودوا العام. ملي شافوني سقطت تصدموا. داك العام داز عندي كحل، كندخل كنبقى غير مرفوع، وفي نفس العام تهرست من رجلي. الناس ملي كيتهرسوا كيكونوا مقلقين وحازنين، ولكن انا كنت فرحانه حيت ما غنبقاش نمشي للمدرسه، وكنت متاكده بلي ما غنجحش واخا نمشي. وليت اخويا ساكنه في الطواليط اعزك الله، كنتقي داكشي بحال الخيوط. ما بقيتش كناكل والو، كنشرب غير الموناضه حيت كان عندي واحد الصهد غريب في حلقي. جا صيف 2018 وهنا غتبدا المعاناة ديال بصح. مشيت انا وخوتي للبحر، غير حطيت رجلي فيه ديت كنلوح داكشي من فمي بحال خيوطة بويض. مقدرش نصبر، رجعت للدار والوالدة شافتني في ديك الحالة تخلعات، كنقول لها صافي غادي نموت. عيطات لواحد السيدة وقالت لي الا كنتي كتعرفي شي راقي ولا شي شيخ ندي بنتي ليه. ولا اللي شافني كيتخلع مني، من 78 كيلو ل 40. السيدة جات لعندنا وهزوني مع 12 الليل، مشى معايا حتى الوالد والوالدة. بدا كيقرا عليا وما كاملاش 5 دقايق حتى بديت كنعواج، وصوتي ولا ديال الراجل. كنطق بشنو عندي وكنقول شكون السبب في هاد الشي، وكانت قية. كنت فاجئ بلي واحد السيدة من عائلة الأم ديالي هي اللي دارت هاد الشي، دارتو ليا وأنا بنت 14 عام، حيت ما كنتش باغا نتزوج بولدها. داك السيد عطاني مدة 3 أيام ندير استفراغ في الدار ونصلي، ومنين دوز رجع لعندو. وهنا غدا نقول لك واحد الحاجه نسيتها، زاد كمل عليا واحد القضيه ديال انني حصلت الوالد ديالي كيخون الوالده، وما قدرتش نقولها ليها، ولكن في الاخر ملي قلتها ليها صرفقاتني وما تاقتش بيا حتى حصلت راسها.
داز ديك 3 ايام ورجعنا عند داك الفقيه، دخلني وبدا كيقرا عليا. وهاد المره جبت ناس اخرين ومعاهم ديك السحاره الاولى، حيت كانت دارت ليا سحر باش نبقى ديما نمشي لعندها. كنت مصاحبه مع بنتها، كتعزل ليا الماكله ديالها بوحدها وكتعطيني انا ناكل بوحدي. هادي اول مره. ثاني مره كنت كليت عندهم البيض، حطوه وكليت انا بوحدي وهما ما كلاوش. كنت نيه وكيحساب لي كاع الناس في حالي، الله ياخذ فيهم الحق، حيت دمروا لينا حياتنا. ما كنا كنعرفوا على هاد العالم والو، كان امنوا بلي الجن موجود، لكن ما تصورناش نطيحوا في هاد المواقف. بدا كيسولني على الام ديالي وانا كنطق، هادشي اللي قالوا لي حيت ما عقلتش. كتبقى تسمع ولكن الجسد ديالك ما كتبقاش قادر تحكم فيه. السيد بدا كيعيط للوالدة وقال لها بلي هاد السحر اللي دار البنت مرتبط بك حتى انتي، حيت استعملوا فيه اسم الام ديالها. وبدا كيقرا عليها حتى هي، وهنا كانت المفاجأة، حيت حتى هي طاحت، بدات كتغوت ولات في واحد الحالة كتخلع. وعرفنا بلي صاحبة الوالد هي اللي ساحرة علينا، انا وخويا الصغير والوالدة. كترت ما كانت بيضة ولات زرقاء، اللي كيشوفها كيحسابها واش حاملة، حيت ولا عندها الكنف بزاف في وجهها. رجعنا للدار ولكن هي كانت فقدت الذاكرة وما بقات عاقلة على والو، ولات بحال شي درية صغيرة كتبقى تعيط على باها على عمها، وبجوج بيهم كانوا ميتين. بقات هكاك النهار كامل، ما فاقت وعات حتى 12 الليل. عطاها حتى هي دير استفراغ وترجع لعندو من بعد. هي دار لها الرقية ولكن انا ما قدرتش وهربت ليهم. كنمشي لعندو كنبدا نتشوى، كتولي فيا واحد الحرارة بزاف. الوالد ديالي ما كانش كيبغي يدي الوالدة دير الرقية، حيت اصلا ما كانش مسوق لينا، كان خالي هو اللي كيديها. انا كنت كنتغاوت معاه وكنقول ليه شوف لينا شي راقي، ولكن شحال من مرة ضربني، كان كيخلينا في ديك الحالة وكيمشي عند صاحبته. داك الراقي صدق ما دار لينا حتى شي حاجة، ومشينا عند راقي واحد اخر قالوا لنا بلي راه مزيان، ولكن ندمنا حيت مشينا، كان كيتعامل مع رجال والعيالات بحال شي حوالة. كتدخل كيبان لك بنادم كله طايح. اما الوالدة ديالي فاش مشات لتماك كلشي هرب في حاله، حيت ولات كتلوح وكتهرس وكتغوت، واي واحد شافته قدامها كتقول ليه شنو عنده وكتفضحه. وصلت 2020 وقررت الوالدة من بعد ما لقات حتى شي نتيجة انها ما تبقاش تمشي لعند الرقاص، حيت تقول اغلبية ديالهم نصابين. هذيك المدة تعرضات عليها اموال طائلة وقالوا لها تخدم معاه. وشحال من واحد جاي يسكن حدانا غير باش يخدم بيها، حيت زهرية ودايرة بحال المرايا، اي سحار متمكن يقدر يخدم بيها. الوالدة ديالي ولات كتمشي لدار القرآن وكتقرا تماك، ولكن شحال مرة كانت كطيح ليهم. واحد النهار كاع جابوها لنا وهي عمياء، غير الناس اللي وصلوها. انا ديك الفترة ما كانش كتحملني، داروا بيناتنا سحر وحتى انا مبقيتش كنحملها، وخا هكاك مستسلمناش. داك الشيخ اللي كيقريهم في دار القرآن قرر انه يرسلها عند الصاحب ديالو، تبع معاه وبالفعل تحسنت الحالة ديالها. كانت الا خرجات كتعواج كاملة اولا كتولي تمشى بحال شي واحد كبير في العمر. ملي كتلاحظ بلي الناس كيشوفوا فيها قالت لك بلي صافي مبقاتش غتخرج. وسبحان الله في اخر حصة مشات لعندو ولا وجهها منور وما بقاتش كيف كانت. قالت لي ما تفرحيش بزاف، كانت حاسة بشي حاجة غتوقع. وبالفعل جا واحد السحار وكرا عندنا، ولكن حنا ما فراسناش. عاود الوالد وقال لي هنا غنعاونك. الوالدة داك النهار ما كملاتش الفرحة ديالها وطاحت لينا في الليل. داك السحار خدم بيها وهو جالس كيكذب علينا، كيقول لينا غنعاونها تشافى. جاب واحد الماء وبزز عليها تشربو، واخا هي ما كانتش باغا، وعطانا واحد البخور. غير طلقناه هو ينوض الصداع عندنا. خويا الكبير تشان قواو الوالد وقال لي غتحيد هادشي اللي جبتي لينا ولا ما غيعجبك حال. وفعلا هاد البخور هذا كان ديال السحر، كان الوالد هو اللي كيديرو، حيت لا انا لا الوالده ما كنقدروا نقربوا لذاك الشيء. ريحته كتجينا خانزه وكنبداو نكحبو. يلا شعل الفاخر باش يدير داك البخور، نسى وحده شاعله في الكوزينه، حتى شويه واحد الطبصيل تهز وتهرس قدام عينينا. ما عرفنا شكون اللي قاسو ولا شكون اللي هزو ولاحو. داك النهار نيت انا كنت كنجف في الدروج بالملح الحيه والسدر، وقبل ما نوصل للدرجه الاخرى جا لعندي شي واحد كنشوف خيال كحل. ملي شعلت الضو ما لقيت والو، كنبقى بنفس الحوايج نعس بهم ونخرج بهم، ما بقيتش كندوش. نقدر نبقى شهر بلا تدواش وما عنديش مشكل، بزز حتى كندخل ندوش، حتى كتجرني الوالده من يدي. الوالده ديالي ولفت عليها كل خميس كطيح راسها كيلصق مع الارض، حتى كنطلق القران ونبدا نذكر سميتها عاد كترجع للوعي ديالها.
حتى خرج داك اللي كاري عندنا، وقبل ما يخرج كان اقترح على الاب ديالي انه يتحول للمدينه اللي غادي ليها باش ماما تكون قريبه عليه. نهار اللي مشى فحالو ماما ارتاحت صافي، من تماك ولات كتقرا سوره البقره كدير الذكر وبدات كتحسن، بالرغم انه كان ديما كيجي شي واحد وكيخنقها، ولات كتهضر بواحد اللغه في شكل ماشي غير وحده، نقول لك شي ثلاثه ولا اربعه اللغات من بيناتهم الالمانيه والهولنديه، حيت داكشي اللي كان فيها كان يهودي. اول مره داومت سوره البقره لمده 40 يوم، من بعد بدات كتقراها كل 3 ايام، وخا كانت كتقج وكيخرب قوه كانت مصره على انها تقاتل وما تمشيش في الطريق الخايبه. قال الاصحار اللي كانوا دايرين لينا تجمعوا في دقه واحده، وانتم عارفين بلي الزهريين بزربه كيشد فيهم داكشي، انا دار لي سحر باش ما نتزوج ونكره القرايه ولا الخدمه، كان بامكاني واخا ما عنديش الباك ندفع لشي بلاصه ونتقبل فيها، كيجيوني خدامي في بلايص لي زوينين، ولكن في الصباح ما كنرجعش ليهم، كيعيو ما يعيطوا ليا ولكن ما كنجاوبش. الحمد لله على كل حال، ربي في الاخر يسر امري وتزوجت بواحد ولد الناس، واخا عياو ما يسحروا خويت ليهم البلاد وخليتهم. الحمد لله قرايتي انا كنكمل فيها، الام ديالي حالتها تحسنات ولات كتخرج وكتمشي لعند خوتها، وراها واقفه هي والوالد على الطلاق حيت خال العشره وخال الامانه. تصور معايا كانوا عندها شقق من غير هذيك اللي ساكنين فيها، وكانت عاطيها كلشي ودايره ليه الوكاله باش يتصرف فيهم، ولكن هو طلع نصاب وغدار حيت ما غدراش غير هي ولكن غدرنا كاملين. الام ديالي هي اللي تعذبات بزاف، كانوا الله يحفظ غياخذوا ليها يا اما يديها ولا عينيها. الجن اللي كان متلبسها سلم كان من اصعب انواع الجن حيت يهودي، ولكن هي ايمانها بالله كان قوي وما استسلماتش، قلبها ابيض اي واحد كيشوفها كيبغيها، الولاد الصغار كيجيو كيجريو لعندها واخا تكون ما كتعرفهمش، واخا اداوها الناس بزاف بقى لحد الان كدير الخير وربات فينا هاد العاده. ونصيحتي للناس في الاخر ما تثيقوش وما تاكلوش عند اي واحد، راه بنادم ولا خبيت وما بقاتش الرحمه في قلبه، ثقوا بيا باللي السحر كاين والجن كاين، الله ينجيكم وينجي اللي عزيز عليكم. وهذه هي قصتي وقصة عائلتي مع هذا العالم، وكنشكرك اخويا اللي دوزتيها عندك. الخوت هنا غيساليو القصص ديالنا اليوم، كيف العادة اللي عنده شي قصة ولا موقف بحال هذا يقدر يخلي ليا في انستغرام، وتخليو حتى لاصحاب القصص الاراء ديالكم حيت غادي نقراوهم. كيف العادة اللي عنده شي قصة بحال هادي ولا شي موقف طرا معاه يقدر يخلي ليا في انستغرام. كنشكركم بزاف على حسن الاستماع، نتلاقاو في قصة جاية، ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.